عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ربنا تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيدنا خالد محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هناخد مع بعض أفخم تحدي، أليكس المدافع الباك الشمال. الواحد طبعا الراجل ده ممكن يتطور لأكتر من كده، 96 طاقات خرافية، في سرعة 97، تسديد 84، تمرير 98، مراوغة 92، دفاع 92، في تسديد من بعيد، لاعب صلب، تسديد بظهر قدم، مراوغ. لاعب صراحة أسطورة في قلب الدفاع باك الشمال. هناخد أول تحدي معايا، عايز واحد من البرازيل وتقييم 6 تمن. التحدي ده هيكلف 45,000 كوين. دي اللعيبة الموجودة اللي تقدر تحطها في التحدي ده. ممكن تزود لعيب، تحط لعيب كيفك، بس أنا بحب أحط لعيبة عالية مع لعيبة صغيرة عشان التحدي ما يكونش معايا غالي. خلاص، متنساش بالله عليك تعمل اشتراك للقناة، لأن فعلا أنا بتعب في الفيديوهات كتير، ودعمني زي ما أنا بدعمك الحاجة اللي أنت بتحبها أو بتكون عايزها. ده يعتبر أول تحدي معانا. اللعيب هو لعيب شيك، أنا بحس إن هو لعيب شيك. في لعيبة في الفرقة في الفيفا كده تحسها أنا كده إيه، حلو في الملعب. هو ده من اللعيبة الحلوة في الملعب، تحس إن كده ماسك الملعب معاك باك شمال. يعني ساعات ما كنت بلعب اللي هو المدافع اللي كان ضعيف، كان حلو، فما بالك بقى في 96. ناخد بعض التحدي التاني. التحدي التاني عايز تقييم 87. التحدي ده هيكلف 55,000 كوين. تحدي سهل وبسيط. أنا كان دي المدافع حلو من لعيب الشياكة، واخد بالك اللعيب ده بيتطور، يعني ممكن يزيد أكتر من كده. هو 96 ممكن يوصل ل 99. فلعيب أنا بسميه اللعيب الشيك في الفريق، باك شمال كده إيه، شياكة. طبعا اللعيب مش مكلف، تحديين، ويعني مش هيكلفك خالص، بس هيفيدك في الفريق لو انت بتلعب بالدوري الفريق الاسباني. انت دلوقتي معانا 2 تحديين في الدوري الاسباني، باك شمال ومدافع كاندي، فهيبقى حلوين لو انت هتلعب بيهم. لو انا طبعا اللعيب انا جيت هقيمه، طبعا هياخد تقييم من حلو، بس لان انا بحب اللعيب ده. لما كان مدافع يعني وكان السرعة بتاعته ضعيفة كان حلو، فما بالك بقى في السرعة بتاعته قوية وإمكانياته العالية دي، فهيديني حاجة طاقة في اللعب خرافية. فأنا برجح اللعب ده أنت تعمله هيفيدك. أنا لو جيت قيمة اللعب ده هياخد 10 من 10. متنساش تعمل لايك واشتراك. السلام عليكم.